لم يعد مشهدا في الخيال أو الأفلام، فتوديع الازدحامات والاختناقات المرورية أصبح قاب قوسين أو أدنى، ليصبح بإمكانك أن تستقل سيارة أجرة طائرة من على سطح أو حديقة منزلك بكل انسيابية وهدوء. ففكرة التاكسي الجوي ظهرت لأول مرة عام 2001 من قبل وكالة ناسا، ومن ثم تعاونت العديد من الشركات في صناعة الطيران والنقل لتطوير سيارات الأجرة الجوية لتنفيذها في جميع أنحاء العالم. وفي ظل مواكبة التطور التكنولوجي والتوجه العالمي لمكافحة التغير المناخي وتقليل انبعاثات الكربون، أصبحت صناعة سيارات الأجرة الطائرة تشهد انتعاشاً قوياً في المناطق الحضرية واهتماماً كبيراً من قبل الكثير من الحكومات، مما أجعل المنافسة بين كبرى شركات صناعة السيارات والطائرات، مع توقعات بأن يصبح التاكسي الطائر بديلاً لطائرات الهليكوبتر المدنية. وللحاق بركب تطوير سوق السيارات الطائرة، تسارع الشركات الناشئة جنباً إلى جنب مع كبرى العلامات التجارية لوضع موطئ قدم لها في هذه السوق، لتطوير وتقديم أحدث الموديلات وفق المعايير البيئية التي تخلو من الانبعاثات الضارة بالبيئة. فزيادة المبادرات الحكومية وضخ الاستثمارات من قبل كبار اللاعبين في صناعة الطيران سيعززان نمو سوق التاكسي الجوي العالمي، إذ يقدر حجم السوق $1.5 تريليون بحلول عام 2040، ليقفز إلى 9 تريليونات دولار في عام 2050 بحسب تقديرات بنك مورغان ستانلي. ومع قرب وصول سيارات الأجرة الطائرة إلى أجواء العديد من الدول، يتوقع أن تحصل طائرات الأجرة على موافقة وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي مطلع عام 2024، فهي تعمل مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية والجهات التنظيمية الدولية الأخرى للتنسيق في هذا الشأن وتذليل العقبات التي تواجهها، مثل ضرورة إقامة شبكة واسعة للمركبات الطائرة والحاجة إلى مسارات جوية محددة. لكن نجاح هذه التجربة يتوقف في نهاية المطاف على مدى تقبل الناس داخل المدن لهذه الآلية، فهل حقاً ستحقق الهدف المرجو في توفير الوقت؟